سمعنا أنه عروضكم مميزة يا آنسة. شكرا كثير على ثقتكم، بس بصراحة بالنسبة للأسعار. لا لا لا، ما في داعي للخصومات. شكلك ما فهمت علي عمو، بصراحة صار في زيادة بسيطة على الأسعار، لأنه مثل ما أنتم شايفين اليوم صار في ضغط كتير كبير علينا. رح نضيف على السعر الأصلي بس 25%. يعني عدم المؤاخذة، احنا مش محضرين حالنا كمان. وتقبري قلبي ولك تقبري أبر، بكرة العيد معقول نطلع لا من هون ولا من هون، نطلع من المولد بلا حمص. مظبوط، لهيك أنا بنصحكم تحجزوا لأنه الأسعار كل دقيقة عم بتزيد. إيه قبل العيد إحنا جايين على مكتب سياحة ولا على البورصة؟ شو اللي عم بتزيد كل دقيقة هاي؟ والعرض تبعنا كتير مغري، 3 أيام بيت أم بريكفاست بهالسعر، إشي مش معقول. فهمت إشي؟ لا ما فهمت. يعني كل هاي الأشياء اللي قلتيها حضرتك مشمولة بالعرض المغري تبعكم؟ طبعا، النوم والفطور مشمولين بالعرض. وشو بالنسبة لباقي الوجبات يا آنسة؟ تقدروا تتغدوا وتتعشوا بس على حسابكم. شو؟ ما تنسوا كمان انه الخروجية عليكم 20 دينار على الواحد. ونسيت اخبركم كمان انه بسبب الضغط اللي صار علينا اليوم رح نضطر نطلع اكتر من باص، وهذا شيء اكسترا، والبنزين رح يكون عليكم. البنزين؟ والسجان شحارين، البنزين علينا ولا كل بنزين علينا يا ولاد؟